نسمع أن هنالك من أرباب الأموال من إذا جاءت الزكوات أعطى أقاربه عموما، الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج، وكأنه يتفضل عليهم من ماله. إن المال الذي معك أمانة عندك، إنك مستخلف من قبل الله على هذا المال ومسؤول عن هذا العطاء. خطبة سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام أدام الله نفعه في الخامس من شهر رمضان لعام 1440 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام بعنوان مراتب الفقراء المستحقين للزكاة. فلهذا ندعو المسلمين إلى أن يعيدوا النشاط وأن يجددوا العزائم على الإنفاق في وجوه الخير وفي إصلاح حياة المسلمين ما أمكن إلى ذلك سبيلا. دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيقول الله في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى الله أرباب الأموال أن يعطوا السفهاء أموالهم، والمراد بالسفهاء هاهنا الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال: التي جعل الله لكم قياما. أخبر الله جل شأنه عن حكمته العظيمة وعن تدبيره الجليل في إيجاد المال، أنه أوجد المال لتقوم حياة الناس به وليصلح دينهم وتصلح دنياهم. هذه حكمة الله عز وجل في أن الله عز وجل أوجد الأموال وأوجد الأسباب التي توصل إليها وإلى اقتنائها واكتسابها. فهذه الآية بيان عظيم من الله في عظيم الانتفاع بالأموال، لكن إن كان من يقوم بها على الوجه الذي جاءت به الشريعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المال فيه قوام العالمين، ولا تتم مصالحهم ولا تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية إلا به. هكذا فهم العلماء من هذه الآية وغيرها من الأدلة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
إن الله جعل المال قياما لمصالح العباد، قال وفي تبذيره تفويتا لتلك المصالح. وقال ابن القيم رحمه الله: المال سبب عمارة الدنيا وعمارة الآخرة رحمه الله تعالى. وقال أيضا: المال مرقى يصعد به إلى أعلى درجات الجنة ويهبط به إلى أسفل سافلين. أيها المسلمون، إن مما دعت إليه الشريعة ومما بني عليه الإيمان السخاء والبذل والعطاء والجود والكرم، هذه كلها مما دعت إليه الشريعة وحثت ورغبت. ولهذا قد جاء من حديث عمرو بن عبسة وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. والمراد بالسماحة السخاء والجود والبذل في العطاء، هذا مما بني عليه الإسلام. فالإسلام دعا المسلمين إلى أن يكونوا أهل سخاء وجود وبذل، ومن ذلك أن يبذلوا الأموال في مراضي الله عز وجل، وخصوصا في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، لأن الأموال ينبغي أن تبذل فيه ما لا تبذل في غيره من الليالي والأيام والشهور. لماذا؟ لأن هذا الشهر الكريم قد عودنا الرسول وعلمنا الرسول من هديه الكريم في هذا الشهر من البذل والجود والسخاء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وأجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وعند الإمام أحمد وغيره: ما سئل عن شيء إلا أعطاه، أي إن كان في قدرته عليه الصلاة والسلام. بل هو القائل: لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في ثلاث، ولا أدخر شيئا إلا شيئا أرصده لدين. فبين لنا عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يبذل فيه المال بطريق السقى والكرم والجود، وهذا من مطالب الشريعة. ولهذا جاء من حديث طلحة بن عبيد الله وابن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جواد يحب الجود، وإن الله كريم يحب الكرماء، ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها، إلى غير ذلك من الأحاديث. فيا معشر المسلمين، في هذا الشهر تبذل الأموال وتنفق في محاب الله ومراضيه، في الإصلاح الديني وفي الإصلاح الدنيوي، في إصلاح أحوال العباد. وما أعظم الحاجة في هذا الشهر وغيره إلى التعاون ببذل ما يتيسر من الأموال. فلهذا ندعو المسلمين إلى أن يعيدوا النشاط وأن يجددوا العزائم على الإنفاق في وجوه الخير وفي الإصلاح وفي إصلاح حياة المسلمين ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فالأموال تبذل ما كان منها واجبا وفريضة، فكذلك وما لم يكن واجبا وإنما من باب الصدقة والتطوع ومن باب العطف والحنان، هذا أيضا من الأمور المهمة. وهكذا إنفاق الأموال في الواجبات، وهكذا زيادة الإنفاق في المستحبات، هذا مما هو من المطالب بحسب المصالح التي تتحقق والتي تقوم. فليكن كل مسلم حريصا على هذا الخير ما استطاع من باب استغلال الفرص الكريمة واستغلال هذا الشهر الكريم
الذي فيه الحسنات تضاعف أضعافا كثيرة زيادة على ما تضاعف في غيره، على ما تضاعف في غيره. ألا وإن مما يؤدى في هذا الشهر الكريم إخراج زكاة الأموال، إخراج زكاة الأموال ليس موكولا إلى أرباب الأموال، وإنما المسألة مسألة تولاها رب العالمين وحكم فيها بحكمه، وبين ذلك رسوله في شريعة الإسلام. فيجب على أرباب الأموال أن يتفقهوا في صرف أموالهم وإخراجها وبذلها، وعلى وجه الخصوص ما كان من أموالهم الزكوية، فإن إخراج المال الزكوي في غير محله وفي غير موطنه فيه مخاطر وفيه أضرار وفيه مفاسد. ولهذا أذكر على مسامعكم جميعا مراتب الفقراء الذين يعطون من الزكوات، مراتب الفقراء الذين يعطون من الزكوات. فإن هذه مسألة مهمة، وهي من المسائل الكبيرة في عصرنا، وذلك لعزوف كثير من أرباب الأموال عن التفقه في هذا المجال، فلا يأمنون من عذاب الله وعقاب الله وأخذ أموالهم والبطش بها إنهم تصرفوا فيها على غير ما جاءت به الشريعة. قال الله في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وفيها أصناف ثمانية. هذه الآية فيها أصناف ثمانية، وبعض الأصناف قد صارت مما لا وجود له، فترد الأموال التي للأصناف التي قد ذهبت إلى ما بقي من الأصناف، وصار أعظم صنف تنفق فيه الأموال الزكوية هو صنف الفقراء وصنف المساكين. فهذان صنفان، هذان صنفان هما في الوقت الحاضر وفي الأحوال الحاصلة في عصرنا وفي هذه الأمور المدهمة والفتن العظيمة والمحن الكبيرة، صار الفقراء كثيرين، وصار الفقراء على مراتب متفاوتة في أمر الفقر، والمطلوب الوقوف على معرفة التفاوت حتى يقدم من قدمه الله شيئا فشيئا، ويؤاثر من آثره الله على غيره من العباد. اعلموا رعاكم الله أن التقسيم العام للفقراء على قسمين اثنين: فقراء صالحون وفقراء غير صالحين. أعني المسلمين، فقراء من المسلمين صالحون، وفقراء من المسلمين ليسوا بصالحين، فيهم من الشر وعندهم من المخالفات والمعاصي، وهم لا يزالون مسلمين. هذا التقسيم العام وتحته أقسام وفروع وأنواع، سيذكر بعض ما يتيسر منها بعد قليل. أما الفقراء الصالحون فهم على قسمين اثنين: القسم الأول فقراء صالحون حبسوا أنفسهم فيما فيه نفع أنفسهم ونفع المسلمين، وهؤلاء هم المقدمون في إعطاء ما يعطى من الزكاة. قال الله في كتابه الكريم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهذا الصنف من الفقراء إن كان قد حبس نفسه من أجل تعلم الدين ونشر الخير بين الناس، وصار مثابرا على ذلك ومستمرا على ذلك، وهو مع ذلك فقير، فهذا يعطى له من الزكاة، وهذا ممن يقدم على غيره ممن هو دونه في المرتبة. فإن الفقراء هؤلاء هم فقراء من جهة، ومن جهة ثانية
مجاهدون في سبيل الله جهادا معنويا، وهو الجهاد بالحجة والبيان، وهو أكبر أنواع الجهاد. قال الله في كتابه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمراد به القرآن الكريم. فتعلم القرآن الكريم وتعلم السنة المطهرة ونشرهما بين المسلمين وتعليم المسلمين ذلك، هذا من أعظم أسباب الإصلاح ومن أعظم أنواع الجهاد. بل ليس المسلمون إلى شيء أفقر منهم إلى هذا، إلى أن يفقهوا في دين الله وأن يعلموا الشريعة وأحكامها، وإلا ضاع المسلمون عياذا بالله. فهذا الصنف كما سمعتم له حظ وافر في الزكاة ويقدم على من هو دونه. الصنف الثاني من الفقراء، فقراء صالحون لكن ليس صلاحهم متعديا في نفع غيرهم، وإنما صلاحهم مقصورا على أنفسهم. هؤلاء أيضا يقدمون على من دونهم من الفقراء. ولهذا أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد جاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، عند النساء وغيره، بلفظ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالفقراء الصالحون الذين فيهم صلاح، هؤلاء ممن لهم كما سمعت الأولوية في التعاون معهم وفي إعطائهم من أمور الزكاة. وهذا الصنف من الصالحين الأول والثاني سمعت أن نفعهم عظيم للمسلمين، إما نفع حسي كما سبق ذكره أو نفع معنوي كما سمعتم بدعوتهم، أي بدعائهم وبإخلاصهم، فلهم المنافع. فهؤلاء يحرص عليهم ويعتنى بهم ما دام هؤلاء لا يسألون الناس، لا يسألون الناس، فتبقى لهم الأولوية إذا كانوا فقراء ولا يسألون الناس. أما من كان يسأل الناس فليس كلامنا الآن فيه. كذلك أيضا من فروع الفقراء أن يقدموا في العطاء، أن يكون الفقراء من ذوي الآهات ومن أصحاب الأمراض، ومن أصحاب الأمراض التي تعيقهم والتي تمنعهم من أن يكتسبوا المال. فالفقراء الذين قدر الله عليهم بأنواع من البلاء، هؤلاء يقدمون في العطاء على الفقراء الذين يقدرون على الكسب. وهؤلاء أعني الفقراء المصابين بالأمراض والعاهات يعطون أكثر مما يعطاه الفقير، مما يعطاه الفقير الذي يقدر على الكسب، لأنه محتاج إلى المال على جهة الاستمرار، فلا يعطى له من أجل إغنائه في يوم أو في أسبوع أو في شهر، بل ينبغي أن تعطى لهم الأموال لإغنائهم في وقت أكثر من ذلك. وهذا الصنف أعني صنف الفقراء المصابين بالعاهات يقدمون كما سمعتم على من يقدر على الكسب إذا لم يكن لهم عائل. أما من كان معه من يعوله فهذا لا يحتاج أن يأخذ من الزكاة، فالزكاة لا يأخذها إلا من جعله الله من أهلها ومستحقا لها، لا تؤخذ بطريق الطمع والهلع والجشع في المال، وبطريق الدعوة، وبطريق الدعوة لا في الخير ولا في غيره. فلهذا المطلوب هو التحري في إعطاء الأموال. كذلك أيضا من التفاصيل في هذا أن الفقراء الذين لا يسألون الناس ولا يمرون هنا وهناك، وإنما هم من أهل العفاف، صابرون متحملون، أحوالهم من جهة المال شحيحة ضيقة، أحوال
مزعجة مقلقة، هؤلاء يقدمون في العطاء على من يسألون الناس ويمر هنا وهنا ويذهب بالأوراق هنا وهنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا، ولا يسأل الناس إلحافا. فهذا الصنف من الفقراء والمساكين إن لم يبحث عنه أرباب الأموال الزكوية وأرباب الخير والنفع والبذل يخشى عليهم من عقاب الله، يخشى عليهم من عقاب الله. فلهذا أرباب الأموال المطلوب أن يكون عندهم أناس ثقات يولونهم ويأمرونهم بالبحث عن الفقراء المتعففين، عن الفقراء المتعففين وعن الأيتام وعن الأرامل، أن يكون عندهم من يبحث عن هؤلاء من أجل أن تصل المعرفة بهم، ومن أجل أن توصل إليهم حقوقهم في الأموال الزكوية. فإن منعوا من حقهم وقطع الطريق دونهم فالإثم يخشى أن يكون على أرباب الأموال الفقراء الذين يعبرون ويظهرون هنا وهنا، يعطى لهم من الزكاة لا يمنعون منها، ولكن يقدم عليهم من سمعتم، يقدم عليهم من سمعتم. فإن هذا الصنف عن الذي يذهب ويسأل الناس إنه يعطى من هنا وهنا ويمشي الحال، لكن الفقراء العفيفون هؤلاء قد تمر بهم الأحوال المبكية والأحوال المحزنة، خصوصا لأرباب الخير الذين يريدون إسعاد الناس بأموالهم، والذين يريدون إصلاح الناس، إصلاح أحوال الناس بأموالهم. هذه كما سمعتم من الأمور المهمة. كذلك أيضا يعتنى بإعطاء الصدقة للفقراء الأقارب، للفقراء الأقارب الذين ليس لهم عائل وليس لهم من يقوم بهم. فأرباب الأموال الزكوية يعطي أقاربه من زكاة ماله، لكن بشرط أن يكونوا فقراء. إن كانوا فقراء صالحين، إن كانوا فقراء من طلبة العلم الشرعي ينفعون الناس، هؤلاء يقدمون على بقية الفقراء من الأقارب. وهكذا إن كان الفقراء هؤلاء ممن أصيبوا بموانع تمنعهم من الاكتساب، يقدمون على بقية الفقراء ممن يستطيع الكسب. وهكذا ينبغي أن يكون التفقه. ولهذا جاء من حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صلة وصدقة. الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فالصدقة وإعطاء من الزكوات لهذا الصنف كما سمعتم تعتبر صلة، وتعتبر حرص على بقاء القرابة وعلى حسن التعامل مع الأقارب. بل جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والمراد بالكاشح المبغض، يعني أن من عندهم أموال ينبغي أن يعتنوا بإعطاء شيء منها لأقاربهم الذين قد اختلفوا معهم وصار بينهم وبينهم شيء من الشحنة والبغضة، من أجل أن تصلح القلوب وأن تتآلف وأن تدوم القرابة وأن يبقى حسن التعامل بين القرابة. ومن هذا الحديث وأمثاله من الأدلة الشرعية نعلم أن الأموال تنفق لإصلاح أحوال الناس في دينهم وفي دنياهم. لم تسمح الشريعة أبدا أن تنفق الأموال لإعانة الناس على المعاصي
ولا في أبواب الشرور والأخطار، وإنما في أبواب ينفع الله بها عباده ويقوم بذلك الدين وتصلح بذلك الدنيا. المطلوب أن يعقل الناس هذا وأن يجعلوه نصب أعينهم وأن لا يذهبوا يمنة ويسرى. فنسمع أن هنالك من أرباب الأموال من إذا جاءت الزكوات أعطى أقاربه عموما، الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج، وكأنه يتفضل عليهم من ماله. إن المال الذي معك أمانة عندك، إنك مستخلف من قبل الله على هذا المال ومسؤول عن هذا العطاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. فمن جعل العطاء لأشخاص لاكتسابهم في أمور دنيوية وجانب نفسه وتباعد عن الصواب وعن الرحمة الحقيقية وعن إيصال الإحسان إلى من يجب عليه أن يصل إليه بالإحسان، فهذه من القضايا المهمة. ونخاف يوم القيامة أن يأتي الفقراء الذين ضيعت حقوقهم في الزكوات أن يأتوا يوم القيامة وأن يطالبوا بحقوقهم ممن حال بينهم وبين حقوقهم. فالزكاة حق الله الأعظم جعله لعباده المستحقين لذلك، فلا يصلح أن يتصرف فيها بمقتضى الهوى ولا بمقتضى التعصب للأقارب ولا بمقتضى التعصب لما يخالف شرع الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: إعطاء الزكاة للصنف الثاني من الفقراء وهم العصاة، فقراء مسلمون عصاة يستخدمون المال في معصية الله، هذا الصنف لا يعطى له من المال الزكوي إلا بشرط أن يتوب إلى الله وأن يكف عن المعاصي وأن يعود إلى التمسك بالدين، لأن الله جعل الزكاة مواساة للناس لإصلاح أحوالهم. فإذا أعطي لهم ولم يطالبوا بإصلاح دينهم، إذا لم يطالبوا بهذا، فيكون المزكي قد أعانه على البقاء على ما يغضب الله، على البقاء على ما يخالف شرع الله، ويكون المزكي قد جعل ماله للشر ولبقاء الشر واستمرارية الشر والإعانة على الشر. فلهذا كما سمعتم الفقراء المسلمون الذين عندهم معاصي لا يتركون من الزكاة، يعطى لهم منها ولكن بهذه الضوابط والشروط. ولهذا جعلت الزكاة لإصلاح الناس، لإصلاح دينهم وإصلاح دنياهم. كذلك أيضا مما يتفقد فيه من أحوال الفقراء النازحين، أحوال النازحين، فمن النازحين من حالته حال مزعجة من الفقر والحاجة، فهؤلاء يتفقد أحوالهم. فمن علم حاله الفقر فهذا لا يفرط فيه، لأنه قد فارق البلاد والأوطان والخلان والأموال، فيعان ويهتم بهذا الصنف. كذلك هنالك أناس قطعت مرتباتهم وإلى الآن لم تتحسن أحوالهم، لم يسر معهم ما يكتسبون به المال. فمن عرف من هذا الصنف أنه على هذه الحال فيعتنى به ويهتم به ويعطى له من المال الزكوي. وهذا الصنف أعني من قطعت مرتباتهم، فكثير منهم بل أكثرهم لا يسألون الناس. فالمطلوب التعرف على أحوالهم والتبحث عن أمورهم والتعاون معهم. وهكذا ينبغي أن يتعمق أرباب الأموال
في معرفة الفقر خصوصا في بلادنا اليمنية، فالفقر واسع في هذه البلاد، والبلاء عظيم والنكبة كبيرة على كثير من الناس في هذه البلاد بسبب الفتن المتلهمة التي صالت وجالت في طول البلاد وعرضها. ومن الأخطاء التي يجب على أرباب الأموال الزكوية أن يتوبوا إلى الله منها أنهم لا يعطون الأموال إلا من كانت لهم استحقاقا شرعيا، فالأموال لا تنفق في أبواب، ومن هذه الأبواب لا تنفق في بناء المساجد، ولا تنفق في بناء المستشفيات، ولا تنفق في شراء التمر للصائمين، ولا تنفق في أي أفعال خير من الأفعال الخيرية العامة والمصالح العامة بين المسلمين. فكل المصالح العامة بين المسلمين هذه الإنفاق عليها من غير الأموال الزكوية. ولهذا جعل الله الأموال الزكوية مواساة لأشخاص لأصناف قد عينهم، ولو أراد الله أن تنفق في عموم المصالح والمنافع للمسلمين ما حصرها ربنا وقال إنما الصدقات للفقراء. كذلك الأموال الزكوية لا تنفق في تجهيز الأموات، ولا تنفق في قضاء ديون الميت، وهذا عند جماهير أهل العلم، لأن الميت إذا مات إن كان له تركة فيقضى دينه من رأس تركته، وإن كان قد أوصى بمن يقوم بقضاء الدين عنه فليقم من أوصاه بقضاء ذلك. وهكذا أيضا الناس يتعاونون في هذا الخير في هذا الباب من باب صدقة التطوع والإحسان، فلا تصرف الزكوات في هذا المجال، ولا تعطى الزكاة لمن كان غنيا لاعتبارات معينة، هذا مما لا يصلح وإما لا يجوز الشريعة، إلى غير ذلك مما تنفق فيه الزكوات وليس من الأمور المأذون بها في شرع الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم زد المسلمين تمسكا بدينك ومحافظة على شرعك، اللهم زد المسلمين رحمة ببعضهم بعضا وإحسان من بعضهم إلى بعض، ويسر لهم أفعال الخير يا رب العالمين. اللهم يسر لنا الجود والسخاء والبذل، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحسنون إلى عبادك والذين يحرصون على إقامة الخير في عبادك. فكونوا معاشر المسلمين على التزود من الخير وأقم الصلاة.